خمسة ديال العصائر، خاصنا بزاف العصائر في رمضان. لاباز ديال العصائر كتكون متنوعة، كل مرة وشنو ممكن ديرو، ما عصير حامض، عصير ليمون او حليب. انا لاباز باش كنخدم ديما هي سيترونات، حيت صحية وفيها الماء كمية كبيرة وحيت كتعجبني. نشوفوها هي الاولى عاد ندوزو للعصائر. تبعوا معايا مزيان. سيترونات شنو هي؟ هي نهرسو الحامض والماء مع سكر او عسل واحد جوج ديال الثواني فقط، ومن بعد كنزيدو لهم الماء وكنصفيو داكشي كله. هذيك هي السيت الاول، درت فيه الكيوي والنعناع والاناناس وطحنتهم مزيان مع نفس السيترونات، وديجا هي حلوه ما نحتاجوش الحلاوه. الثاني درت فيه الباربا وورق الباربا والفرومبواز، والفرومبواز غنخلي لكم الطريقه ديالو في الستوري كيفاش صايبتو. طحنتهم كاملين مع السيترونات. الثالث خديت فيه البلوبيري والجزر فقط وطحنتهم حتى هما في السيترونات. اما الرابع درته بالحليب ميلك تشيك، درت الحليب واملو وتفاح وما زهر وطحنتهم حتى حصلت على هذا الخليط. ديال الفريز درت الحليب والفريز ونستلي حلو ودرت معاهم الثلج وطحنتهم. خمسه ديال العصائر كنتمنى يكونوا عجبوكم، شاركوهم مع اصحابكم وخليو ليا رايكم في التعليق، لايك الفيديو.